واعطانا النتيجه، نسبه الضوضاء 5%، تاكيد الهدف معطينا اياه الجهاز 95% بالاضافه الى العمق السطحي. السلام عليكم، معكم عبد الله من شركه ديدكتورز شوب في دبي، الوكيل الحصري لاجهزه الكشف عن الذهب والمعادن والانظمه الامنيه واجهزه الكشف عن المياه الجوفيه في باطن الارض، الوكيل الحصري في كل آسيا وأفريقيا لكبرى المصانع العالمية. تابعوا معنا الفيديو. معنا اليوم أفضل وأصغر جهاز والأحدث في عالم أجهزة الكشف عن الذهب والمعادن والألماس والكهوف والفراغات، جهاز جولد هنتر سمارت في إصداره الحديث، والجهاز الأول من نوعه الذي يعمل في النظام الاستشعاري التصويري ثنائي الأبعاد. تابعوا معنا الفيديو لتكمل اكسسوارات الجهاز وطريقة عمل الجهاز. حاليا راح نستكمل معكم استعراض اكسسوارات الجهاز. بالبداية معنا من فتح الشنطة، سهولة بالفتح، تصميم جدا ممتاز. الشنطة طبعا بتكون مضادة للصدمات ومضادة للماء. معنا كرت الضمان والسي دي التدريبي للجهاز، بالإضافة معانا الوحدة الرئيسية لجهاز جولد هنتر، معانا المقبض حامل الجهاز، بالإضافة إلى السوبر أنتينا، معانا أيضا أنتين مستقبل الإشارة رقم 2، بالإضافة إلى مقوي الإشارة الجديد الذي تم إضافته على جهاز جولد هنتر، بالإضافة إلى ميني سنسور لتقوية الإشارة عدد 2، معنا أيضا شاحن السيارة، بالإضافة إلى شاحن المنزل، بالإضافة إلى كيبل شحن عدد 2. تابعوا معنا الفيديو حاليا لنكمل استعراض جهاز جولد هنتر سمارت. حاليا راح نشوف طريقة تركيب اكسسوارات الجهاز. معنا بالبداية الوحدة الرئيسية، بالإضافة إلى مقبض الجهاز. حاليا ركب معنا المقبض، صار جاهز. بالإضافة منركب سوبر أنتينا، بالإضافة منركب مستقبل الإشارة رقم 1، صار جاهز معنا. منركب أيضا مقوي الإشارة الميني سنسور رقم 1، بالإضافة لمقوي الإشارة الميني سنسور رقم 2، منركب أيضا مقوي الإشارة. حاليا جهاز جولد هنتر جاهز معانا للبحث، بالإضافة طبعا شاشة الجهاز قابلة للفتح والإغلاق. حاليا من بعد ما ركبنا جميع أكسسوارات جهاز جولد هنتر سمارت، خليكم معانا لنستعرض جميع الإعدادات الداخل الجهاز، بالإضافة إلى شرح جميع الإعدادات في الجهاز وطريقة ضبط الإعدادات المفضلة ولتسهيلها عليكم إن شاء الله تعالى. تابعونا لآخر الفيديو. طبعا شاشة الجهاز قابلة للفتح والإغلاق، متحركة وبتعمل عن طريق اللمس. معانا في البداية هون زر التشغيل، نضغط عليه ضغطة مطولة، بيشتغل معانا الجهاز، بيظهر معانا اسم الجهاز. في البداية بيطلع لنا الإعدادات، الخيارات، البحث. ندخل بالبداية للإعدادات، عندنا قائمة اللغات، نضبط اللغة المفضلة. يحتوي الجهاز طبعا على جميع اللغات العالمية. عندنا أيضا إعدادات الجهاز، تحتوي إعدادات الجهاز على الصوت والإضاءة مع ميزة
كتم الصوت أو تخفيض درجة الصوت أو كتم الإضاءة إلى أقل درجة أو رفعها إلى أقصى درجة. معانا أيضاً الوقت لضبط الساعة، معانا أيضاً المعلومات الخاصة بالجهاز اللي هو الرقم السيريال الخاص بالمنتج واسم المنتج. نعمل رجوع، أيضاً نعمل رجوع. طبعاً معانا بالجهاز دائماً قياس درجة الحرارة، معانا أيضاً هون كتم الصوت مباشرة أو تشغيل الصوت بالإضافة إلى الساعة ومستوى البطارية. طبعاً هاي الإعدادات وطريقة تسهيلتها مو متواجدة بأي منتج من قبل إلا في جهاز جولد هنتر سمارت. منكمل الإعدادات، عندنا خدمة اللي هي عندنا عفواً الموقع، الموقع لتحديد القارة اللي نحن متواجدين بها. طبعاً إحنا حالياً متواجدين في آسيا الغربية، إنه إحنا حالياً متواجدين في شركتنا في ديدكتورز شوب في دبي. اختار آسيا الغربية، منحدد القارة. ليش منحدد القارة؟ تحديد القارة لأنه كل قارة وكل منطقة لها تضاريس معينة بيتعامل معها الجهاز، واختلاف الترب والتضاريس شيء أكيد بيأثر على الجهاز، لذلك دائماً لازم نختار القارة المتواجدين بها لحتى الجهاز يتعامل مع التضاريس نفسها. نعمل زر رجوع، نيجي لخيارات الجهاز. معانا مقسم ثلاث أقسام: معادن، ألماس، فراغ. بيحتوي معانا المعادن على جميع المعادن الثمينة ومنها أيضاً الغير ثمينة، لكن وقت نختار نوع معدن معين، على سبيل المثال اخترنا معدن الذهب، لا يبحث الجهاز في هذه الحالة إلا فقط عن الذهب. معانا ذهب، ذهب خام، نيزك، فضة، زيركون، برونز، كولوتان، كوبات، زئبق، نحاس، حديد. على سبيل المثال راح نختار معدن الذهب. بعد ما اخترنا معدن الذهب بيعطينا لازم نحدد المسافة اللي بدنا نبحث فيها. معانا أقصى مسح للمحيط هو 3000 متر، أقل مسح للمحيط هو 100 متر في الجهاز، العمق ثابت بالجهاز اللي هو عمق 50 متر. نعمل زر رجوع، نيجي بنختار في عندنا الألماس. الألماس مباشرة بيدخلنا على معدن الألماس لنحدد مسح المحيط ونبدأ في البحث. معانا الكهوف والفراغات، أيضا بيدخلنا مباشرة للكهوف والفراغات لاختيار مسح المحيط والبدء في البحث بشكل سريع. راح نرجع للمعادن، نختار معدن الذهب، حددنا حاليا راح نحدد مسافة 500 متر على سبيل المثال، نضغط على زر البحث. حاليا بهاي الحالة بيكون الجهاز بدأ معنا في البحث. في حال الجهاز اتجه نحو اليسار راح يكون مؤشر بالجهاز انه الإشارة اصبحت على الجهة اليسرى، اتجه نحو اليمين راح يعطينا ايضا إشارة انه الجهاز اصبح في الجهة اليمنى. طبعا دائما معانا الوقت، مستوى البطارية، وصوت الترددات. لما نحدد الجهاز، لما نحدد الهدف بالجهاز من الجهات الأربعة، دائما بنضغط فورا على مؤشر التحديد ويبدأ معانا فورا قياس العمق. طريقة قياس العمق راح نعمل لها أيضا فيديو مخصص ونشرح لكم إياه إن شاء الله تعالى، تابعونا أيضا لآخر الفيديو. بالنسبة لقياس العمق والتصوير ثنائي الأبعاد في جهاز جولد هنتر سمارت، نحن الآن متواجدون في شركة ديدكتورز شوب في الطابق الثالث، فلذلك اخترنا الهدف فراغ. قمنا بتأكيد العمق وقمنا أيضا بالتصوير الثنائي الأبعاد وأعطانا النتيجة: نسبة الضوضاء 5%، تأكيد الهدف معطينا إياه الجهاز 95% بالإضافة إلى العمق السطحي، لأنه مباشرة تحتنا يتواجد الفراغ، فالوصول إلى الفراغ يعتبر سطحي بالإضافة إلى الصورة الظاهرة على الجهاز. نقطة مهمة لازم الجميع يتعامل بها بجهاز جولد هنتر سمارت، ألا وهي أثناء الدخول على أي هدف للبحث دائما يجب إبقاء النقطة الصفراء في منتصف الدائرة لتأكيد العمل الصحيح.
في حال حركنا الجهاز تبدأ النقطة في التحرك، لذلك دائما اليد تبقى سنتر بشكل كامل، تبقى هذه النقطة في المنتصف لكي يكون العمل صحيح 100%. وبهيك بيكون انتهينا من الشرح عن جهاز جولد هنتر سمارت بإصداره الحديث، الذي يعمل بمسح للمحيط لمسافة 3000 متر، ولعمق ثابت في الجهاز هو 50 متر، وبإمكانه اكتشاف الألماس، الذهب والمعادن الثمينة والكهوف والفراغات. شرحنا جميع اكسسوارات الجهاز بالإضافة إلى إعدادات الجهاز. لأي استفسار بخصوص جهاز جولد هنتر سمارت بإمكانكم التواصل معنا بشكل مباشر على الأرقام بتحصلوها في أسفل الفيديو. كان معكم عبد الله، السلام عليكم.